السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة عالم الاكتشاف. سوف نقدم لكم في هذا الفيديو معلومات وأسرار لم تكن تعرفها من قبل عن دولة سويسرا، لكن قبل ذلك الحين أدعوكم إلى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم دائما كل ما هو جديد. سويسرا هي واحدة من الدول التي تقع في قلب القارة الأوروبية، تشارك حدودها مع الكثير من الدول الأوروبية، فيحدها من الشمال ألمانيا، ومن الغرب فرنسا، ومن الشرق النمسا، ومن الجنوب إيطاليا، وعاصمتها هي مدينة بيرن، أما العاصمة الاقتصادية للدولة هي مدينة زيوريخ. وتتميز سويسرا بكونها بلدا يضم العديد من الثقافات واللغات المتنوعة، بالإضافة إلى جمال طبيعتها الساحرة وجبالها وأنهارها التي تجعلها واحدة من أهم الوجهات السياحية في العالم. لقد حصلت سويسرا على استقلالها من الإمبراطورية الرومانية سنة 1499، وهي من الدول التي تعتمد على نظام السياسة المحايدة. يبلغ تعداد سكان سويسرا وفق إحصائيات 2015 ما يقارب 8,287,000 نسمة، يعيشون معظمهم في المدن الكبيرة. يشكل الأجانب أكثر من ربع سكان سويسرا. يوجد في سويسرا أربع لغات رسمية للدولة، وهي الفرنسية والألمانية والإيطالية والرومانشية. حسب معيار جودة المعيشة، فإن سويسرا هي أفضل بلد يولد فيه الإنسان ويعيش فيه بكل رفاهية وأمان. تعتبر الشوكولاتة من أهم الصادرات الرئيسية للبلاد، حيث تصدر سويسرا نحو 200,000 طن من الشوكولاتة سنويا. والغريب في الأمر أن سويسرا تصنع شوكولاتة من الذهب صالحة للأكل. نعم، إنها حقيقة. سويسرا هي البلد الوحيد في العالم فيه ديمقراطية مباشرة، يعني أنه أي مواطن يجوز له الاعتراض على أي قانون وأن يطالب بتعديل الدستور. قيمة الغرامة المرورية للسيارات في سويسرا تعتمد على قيمة دخل الفرد. على سبيل المثال، لقد تعرض رجل سويسري لغرامة قدرها ربع مليون دولار لأنه دخله السنوي يصل 1,000,000 دولار. في حالة حدوث حرب نووية، فهناك ملاجئ قادرة على إخفاء كافة سكان سويسرا، وهذا يدل على أن سويسرا تجعل من شعبها أهم ما تملك. تعتبر سويسرا أفضل دولة في أوروبا للعمل، حيث يصل متوسط الأجور فيها إلى 130,000 دولارا سنويا، ويعتبر بذلك أعلى راتب في قارة أوروبا. الخدمة العسكرية إلزامية في سويسرا وتبدأ من سن 18، ويجب على كل الرجال الاحتفاظ بأسلحتهم ومعداتهم العسكرية في بيوتهم استعدادا لأي طارئ، ويصل عدد الجنود في سويسرا إلى 400,000 جندي. يوجد في سويسرا تمثال غريب في مدينة بيرن لرجل يأكل الأطفال الرضع. هذا التمثال موجود منذ 500 عام، لكن لا أحد يعرف الغرض من هذا التمثال المقزز. لا يوجد في سويسرا رئيس دولة، بل هناك مجلس اتحاد يحكم البلاد ويدير جميع شؤون الدولة، يتكون من 7 أشخاص يمثلون أحزاب الأغلبية. في عام 1802 اندلعت حرب أهلية في سويسرا، والغريب في الأمر أن هذه الحرب كانت باستخدام أغصان الشجر، لأن كل الأسلحة التي كان يمتلكها السويسريون استولى عليها نابليون بونابرت.
يوجد في مدينة جنيف تمثال غريب لكرسي خشبي مكسور، وزنه 5.5 طن وارتفاعه 12 مترا، بني عام 1997 كرمز لمنع استخدام الألغام.